كيدار ولكن كيدار تحت الاسم ديال ميديكال اكسبو اللي كان فيه الرواق ديال طب الاسنان. هذا العام درنا طب الاسنان تو سول دون ان بافيون تو سول كون فو فوي تقريبا المساحه الاجماليه ديال التظاهر ديال هذا المعرض تقريبا 8000 متر مربع. كاينه تقريبا 130 عارض اللي جايه من المغرب وخارج المغرب اللي جاوا باش عرضوا اخر التقنيات والتكنولوجيات ديالهم لهاد التظاهرة. اليوم كاينين مبادرات في هذا النطاق ديال اطباء الاسنان ديال مساحات اطباء الاسنان. هما ما خداوش حقهم الاعلام والاشاعه ديال الاعلام بحال اللي خداوه في دول اخرى. اليوم كنناديو حتى هو الاعلام باش يلعب هذا الدور ديالو لان حتى هو فاعل كبير باش يتطور بسرعه هاد لوبيراسيون ديال لو سمايل. التميز هو هذا المعرض كاين يعني فيه بوحدي معرض طب الاسنان لوحده. بطيله هاد 4 ايام كاين برمجنا واحد عده لقاءات علميه التي يديروها اساتذه جامعيين في كليه الطب وكليه طب الاسنان وان شاء الله هادشي كله غادي يكون بطيله هاد 4 ايام. عماد بن جلون المدير ديال الشركه المنظمه. شكرا.